الصقرة اللي فوق السطور واللي ما بين السطور، كم حد كان مشهور، كم حد كان مغمور. واما الاتون بايد نلقاه بطل سنيد، والكل كانوا بعيد غيابه وحضور. انا وانت وانت كمان في القصة دي لينا دور، مش فارقة تطلع مين عطر بسيط دكتور. انا عندي ليك فريد بيه. عايزك تهدى خالص وتحكي لي مالك بالظبط. انا يا دكتور سوري. ايه خير؟ معلش الموبايل بس. اه خطبتي خليك معايا بس. اتفضل. الو حبيبتي ازيك عامله ايه؟ تمام كله بخير. انا بتغدى في المطعم بتاع الفندق بتاعي انت عارفاه. فريد بيه حضرتك تحب حاجه مع الاكل ولا تشرب بعد الاكل؟ سوري ثواني يا حبيبتي. خلاص يا جرسون روح انت انا هتصرف. خلاص شكرا. تعرف شوف شغلك اتفضل. اه يا حبيبتي. اه طب اخلص واكلمك. اوكي شكرا يلا باي 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 باي. فريد بيه انا ما تعودتش ان انا اكدب. سوري يا دكتور بس انت عارف دي خطيبتي ويعني وانا مش عايز حد يعرف اني باجي عند دكتور نفساني. انت عارف انا عندي بيزنس في كل مكان وما احبش حد يعرف عني كده. تمام اتفضل خلاص احكي لي مالك دكتور. انا سوري يا دكتور. عزيز 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 معلش. اتفضل. ايوه يا عزيز في حاجه مهمه؟ انا قلت لك مش هتعامل مع المصنع ده تاني. ايوه واقول لك على حاجه كمان، انزل بالسعر. انزل كمان بالسعر. ايوه عزيز ايوه انا عايزه مش حاطه يا عزيز. كله يجاب على البلاط. انا فين؟ انا في لقاء تلفزيوني. اه تلفزيوني. يلا يا جماعه جاهزين هنطلع هوا. فريد بيه يلا هنطلع على الهوا. اوكي خلاص روح انت يا عزيز. خلاص هنطلع على الهوا مع السلامه. فريد بيه انا مش متعود اني اكذب ده اولا. ثانيا انا دكتور مناش ممثل. لو سمحت انا عايزك تهدى خالص وتحكي لي بالظبط مالك. سوري يا دكتور سوري انا وضعي حساس. اتفضل. تسمح لي اصطلكي؟ اتفضل. دكتور انا تعبان يا دكتور. رغم كل الفلوس والاملاك اللي عندي دي لكن انا حزين من جواي. انا حزين. امتلاك الفلوس ده حاجه كويسه بس كتير بنفقد السعاده وراحه البال معاها. في شاب غني في الكتاب المقدس. الشاب ده هو موضوع تحقيقي الصحفي الجديد. الشاب ده مكتوب عنه في إنجيل مرقس إصحاح 10 إنه قابل يسوع، ورغم كده مكتوب عنه كمان إنه مضى حزين. يا ترى ليه؟ هو ده اللي هحاول أجاوبكم عليه. فريد بيه شكلك كده ناقصك حاجة، مفتقد لحاجة. مظبوط يا دكتور. مش كده؟ إيه هي بقى؟ مش عارف. العيادة بس متجهزة. فريد بيه احكي لي كده ايه علاقتك بالفلوس؟ الفلوس يا الفلوس مهما احكي لك يا دكتور على الفلوس انت مش هتعرف. الفلوس دي تعمل اي حاجة.
فريد بيه، فريد بيه، فريد بيه مش ممكن. انا دكتور، انا دكتور. التمرجي يقول عليا ايه؟ باخد فيزيتا مش بتنقط. سوري سوري يا دكتور، يعني انا اندمجت شويه، معلش انا اسف. ده انت مريض بالفلوس يا راجل. يا دكتور انت مش فاهم، انا من غير الفلوس دي ما سويش. انا عشت طفوله كلها فقر وبؤس، ومن يوميها قررت يبقى عندي فلوس كتير قوي وابقى مليونير واشتري اي حاجه نفسي فيها. طيب طيب قول لي ايه رايك في ده؟ ايه ده يا دكتور؟ اها مش عارف ايه ده. لا مش واخد بالي. طيب يا سيدي، ده حيوان ليه سنام حاجه كده زي قطب على ظهره يعني، وبيتحمل الجوع والعطش، وبيقولوا عليه سفينه الصحراء. لا مش واخد بالي، معلش. مش واخد بالك ولا مش عايز تقول؟ مش هكون مش عايز اقول ليه يعني. يعني يمكن كده يكون بيفكرك بحاجه، بجمله كده مش عايز تفتكرها. ايوه بيفكرني بحاجه، بيفكرني بجمله مش عايز افتكرها. تمام، يعني تعرف. ايوه عارف. ده جمل. جمل ارتحت. خلاص اهدى. الجمل ده بيفكرني باهم جمله اتقالت لي في حياتي، ومن ساعه ما سمعتها وانا حزين. الشاب الغني كان نفسه يمتلك الحياه الابديه زي اغلب الناس. مين فينا مش بيفكر لما يموت هيروح فين؟ علشان كده بشوف ناس بتبذل مجهود عن طريق الاعمال، او عن طريق انها تحسن من سلوكها علشان ترضي ربنا. الشاب الغني عايز يعرف يدفع كام ويشتري الحياه الابديه. ايوه يا باشا، ايوه يا باشا، تركن يا بيه، هتركن. نهارنا نادي، نهارنا نادي كله زبادي. اتفضل يا بيه، اتفضل يا بيه. خلاص خلاص، شيل الفوطه دي، شيل الفوطه دي. ايه ده يا عنده فوطه دي؟ البشكير بتاعي اللي بستعمى بيه. خلي بالك منها، هي بتعض ولا ايه يا استاذ؟ طب صبحني. طيب يا استاذ، الشغلانه الطين دي يا عم. النهارده بفكركم بموضوعنا، احنا بنتكلم على ثلاث طرق لو انت فاكرهم هتحافظ دايما على نفسك وتبقى عارف دايما انت ماشي ازاي في الطريق الصح. صباح الخير. صباح الخير. عارف بقالي قد ايه بدور عليك؟ بقالي اكتر من ساعه يا راجل. معلش انا عندي سؤال، وقالوا لي امتى ان شاء الله هتعرف تجاوبني عليه. طيب اتفضل استريح. شكرا. صباح الخير يا جماعه، معلش انا اسف على الازعاج. بص حضرتك، سؤال عميق وخطير في نفس الوقت. يعني السؤال بيقول ايه؟ ادفع كام؟ وخلي بالك ما ادفع كام دي ما يهمكش الفلوس، من ألف المليون يعني. ادفع كام واروح السما على طول كده؟ طيب انت حافظ الوصايا؟ قول كده. لا تسرق. ايوه. لا تقتل. تمام. لا تزني. تمام. واكرم اباك وامك. ماشي. حافظهم؟ حافظهم. اقول لك الحاجه كمان بقى، قول لي. انا حافظ ترانيم. تخيل هسمعك ترانيمه. لا لا خلاص، طالما ضحكت هسمعك ترانيمه، ما ينفعش يعني. الحاجات دي مش بتتكرر. ولو حطوا العالم في كفي مش ممكن ابدا هيكفي، ده الرب اللي في قلبي مكانه، هقدر اسيب الكل عشانه، ده الرب اللي في قلبي مكانه، هقدر اسيب الكل عشانه، خطواتي واختباراتي تعلن عن مجدك في حياتي، واحلى ما في حياتي انت حبيبي يا يسوع. شكرا 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 شكرا. بحبكم بحبكم. كل ده عظيم جدا، بس ناقصك حاجه مهمه جدا. بص حضرتك كده بدات تفهمني. ايه بقى؟ روح بيع كل مالك ووزع على الفقراء واتبع المسيح. ليه انا بتقال الكلام ده؟ ليه انا الوحيد اللي هبيع كل املاكي؟ ليه؟ خليك فاكر المسيح نفسه قال ان دخول جمل من خرم ابره اسهل بكتير من دخول غني ملكوت السماوات. انت كمان بتتكلم على موضوع الجمل والابره والكلام ده؟ يعني انتوا كلكم اتفقتوا متفقين عليا انتوا كلكم؟ ماشي 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 اوكي. وده انا فسيله الكاوتش ده ولا نعمل ايه؟ انا مش فاهم. انا العربيه عربيه بصراحه، موبيل يعني كلام. شا باشا، الف حمد لله على السلامه باشا. صبحني بقى باشا، هات 10 جنيه ولا حاجه. ربنا معاك. ربنا الدبرياج على الشمال والبنزين على اليمين. ربنا معاك. طب صبحني. طيب طب يا استاذ يا بيه، حسب الله الفوطه يا عم الفوطه. ما قدرتش ساعتها استغنى عن ممتلكاتي، مع اني حسيت انه بيحبني وعايزني اتبعه،
بس ساعتها دكتور اكتشفت اكتشاف صعب قوي. اكتشفت اني بعبد فلوسي ما اقدرش استغنى عنها. من يومها وانا بحلم كل يوم بنفس الحلم، جمل بيعدي من ثقب الابره. فريد بيه، اللي انت بتقوله ده مستحيل، مفيش جمل بيعدي من خرم ابره، ده خيال. بص يا دكتور. ايه ده؟ ده يا دكتور انا ورجال اعمال زملائي رحنا مصنع حديد والصلب بتاع احد الزملاء وعملنا فيه اكبر ابره، والابره دي ما تعديش جمل واحد، تعدي قافله جمال. ساعتها بقى هقدر اثبت ليسوع ان الجمل بيعدي من ثقب الابره، يبقى من حقي اني ادخل السماء. فريد بيه، الابره لو اتغير شكلها او حتى حجمها ما تبقاش ابره. الشاب الغني مضى حزين علشان الفلوس كانت عنده اهم من اي حاجه تانيه. يسوع لما قال له دخول جمل من خرم ابره اسهل من دخول غني ملكوت السماوات، كان بيقصد انه مستحيل حد يبقى بيهتم بحاجتين في نفس الوقت. علشان كده يسوع قال لا يقدر احد ان يخدم سيدين، لانه اما ان يبغض الواحد ويحب الاخر او يلازم الواحد ويحتقر الاخر. لا تقدرون ان تخدموا الله والمال. في فرق كبير بين غني بيعبد الفلوس وبين غني بيخدم بالفلوس. الموضوع موضوع اولويات واهتمامات.